حياكم الله. انا اليوم موجود عند شوبا عشان نشوف المانشنز اللي عندهم بشوبا هارتلاند 2. وهون عندنا المانشنز، وهن عباره عن 9 اكسكلوسيف مانشنز او قصور من 6 غرف باطلاله مباشره على اللاجون. طبعا هن مساحتها تقريبا 16600 قدم، وفيها البيسمنت، وزائد انه فيها المسبح الخاص، وكمان موجود فيها إليفيتر لأن هي بتيجي تقريباً 4 طوابق من بيسمنت وأرضي أول والروف. طبعاً كمان بيجي فيها لأنه هي تكون هاي أند وكواليتي كتير عالي من شوبا، فحتكون دبل هايت سيلينج. وكل الغرف الله يعزكم فيها حمامات خاصة، وعندك كمان مدخل على الروف أساس تقدر تشوف الكوميونيتي واللاجون بشكل أفضل. تقريبا السعر تبعه بيبدا من 58 مليون درهم، وهي تعتبر من اقرب المانشنز الموجودين على منطقه الداون تاون. التسليم حيكون خلال 3 سنوات، وكمان موجود خلفهم الفلل اللي هن 5 غرف بمساحات 8500 قدم، وسعرهم من 22 مليون، وتسليمهم حيكون باخر 2025. كمان هاي الفلل كثير مميزه، المنطقه فيها بس 122 فيلا، كتير اكسكلوسيف وكواليتي كتير عالي من شوبا. وبنهايه الفيديو، المانشنز والفيلا الكبيره عم بيصير عليها طلب كتير عالي بدبي، ان كان للسكن او للاستثمار، خصوصا فيلا او المانشنز اللي بشوبا الكتير قراب من الداون تاون وباطلاله مباشره على اللاجون. فاللي مهتم فيهم او المهتم باي من مشاريع دبي ممكن يتواصل معي. كان معكم بسام.